انا والدة صافي بسليمان ملاك اللي خرجت من البيت يوم الجمعة 11 سبتمبر 2019. خرجت تلعب هنا في الحومة حومتها كما ماما فات لعب، وعلى الساعة السادسة ونصف 7 قبل 4 معناتها وقت الغاشي كاين الناس، ما ماشي حل وقت اللي ما كانش فيه الغاشي. السلام عليكم، معنا الام تاع الطفله ملاك المفقوده، تواجدين معها في البيت في حي فدان 7. تفضلي الاخت. السلام عليكم، ما يعرفكم، انا والدة صافي بسليمان ملاك اللي خرجت من البيت يوم الجمعة 11 سبتمبر 2019. خرجت تلعب هنا في الحومة حومتها كما ماما فات لعب، وعلى الساعة السادسة ونصف 7 قبل 4 معناتها وقت الغاشي كاين الناس، ما ماشي حل وقت اللي ما كانش فيه الغاشي. خرجت ما ولاتش موالفة تولي، ما ولاتليش، ما عرفتش كيفاش ولات، ما ولاتش، ما عرفتش من الدار تولي تمشي وتولي، هاد المرة ما ولاتش، ما ولاتليش بنتي، ما ولاتليش. غبنتني كبتي انحرقت. نطلب من الشعب يعدها بنت من بنتو، ومن السلطات المحلية يعاونوني، فتشوني على بنتي، يعاونوني يعدوها بنتهم، كبدتهم المكوية كما كبدتي اللي كوات عليها، تفتشوني على بنتي، عاونوني، ساعدوني، الله يحفظكم، هذه بنتكم، يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، حسوا بيا، هذه بنتي، هذه كبدتي، فتشوني عليها، عاونوني، هاني مغبونة، بنتي ما تخش من الدار، تخش غير تلعب وتولي، ما عندها فين تمشي، والحومة حومتها، حتى هنا اللي هنا اللي في الحومة مكويل، راك يخوتها ما راهوش مأمنين، أمرها ولا صرات في الحومة، الحومة دار كبيرة، يعرفوا هذا ولد من وهذه بنت من، وكاريها من هناك جابوها، هذه غدارين، هادو غدروا بنتي هذه. غطرة هذه، يا سيد الوزير، بنتي طالبكم، فتشولي على بنتي، الله يحفظكم، هذه كي بنتكم، هذه بنت الجزائر، بنت الجزائر كامل، ماشي غير بنتي، فتشولي عليها، جاه ربي فتشولي عليها، الله يحفظكم، إن شاء الله تلقاها، وكاع الشعب الجزائري راه متضامن معاها، ربي إن شاء الله يحفظها. اللي شافها وعندها عليها شي معلومات يتصل بالأمن الوطني ولا بواحد منا من الحي نتاعنا، كاع إلا خاف يطلقها ولا يطلقها في بلاصة ويعلمنا يعيط لنا حنا نرقدوها ونردوها لمواليها، وعاونونا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان في عون أخيه كان الله في عونه، والله يوفقنا باش نلقاوها إن شاء الله بإذن الله. ورحنا والله العلي العظيم، أنا ماشي بنتي بس راني معتبرها وحدة من بناتي، أقسم بالله والله أعلم على ما أقول، ما راني نرقده ولا راني ناكل، إن شاء الله شكرا جزيلا لك. وين عاد الوالدة تحاول تحرق هادي هبل، عاونوا لا يعاونكم الله. نطلب وزير العدل، سي زعماتي، نطلب من وزير العدل، وزير العدل نعاود لها تتمرس، بنتي عاونوني فتشوني على بنتي، هذه بنتك، بنت الجزائر يا وزير العدل، بنتي طالبكم، بنتي فتشوني على بنتي، كبتي محروقة عليها، يا وزير العدل، هذه بنتكم يا وزير العدل، والسلام عليكم. ان شاء الله خير، ان شاء الله تلقاها، ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله يا سيدي.